بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل معا محاضرات قدرات الجامعيين. اليوم معادنا مع المحاضرة الثانية وشرح الأهم مهارات الجزء الكم. السؤال الأول: إذا كان اليوم هو الأربعاء بعد 60 يوما سيكون اليوم هو. معروف طبعا إن الأسبوع به 7 أيام، إن إذا كان اليوم الأربعاء فبعد مرور 7 أيام سيكون اليوم هو الأربعاء، وبعد مرور 14 يوم سيكون يوم الأربعاء، وبعد مرور 21 يوم سيكون يوم الأربعاء. أفضل طريقة هنا جدول السبعة. 7 في كام قريب من 60؟ 7 × 8 = 56، يعني بعد 56 يوما سيكون اليوم هو يوم الإيه؟ الأربعاء. يرجع مرة تانية اللي هو نمط سباعي. طب هنا 60 بقى كام بعد 56؟ بقى 4 أيام. أعد 4 أيام من بعد الأربعاء، يبقى الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، هيكون اليوم هو الأحد وأختار دال. ننتقل للسؤال الثاني اللي هو نوع مهم من أنواع أسئلة الجزء الكمي اللي هو أسئلة المقارنة. قارن بين القيمة الأولى 15 والقيمة الثانية جذر 100 + 25. طبعا القيمة الأولى منتهين منها، القيمة الأولى 15، نروح للقيمة الثانية جذر 100 + 25. كما هو معروف ان لا يصح ابدا ان انا افك الان جذر 100 والجذر 110 وجذر 25 5 واجمع 10 + 5 = 15، هذه معلومة خاطئة. انما في حالة الضرب صح، ممكن لو هي عملية ضرب اعمل كده، لكن في حالة الجمع لازم اجمع الجذرين على بعض، يبقى اقول جذر 100 + 25 = 125. طبعا الجذر 125 جذر غير معروف، فانا هعمل هنا عملية تقريب، هحاول أقرب المية 125 لأقرب جذر، ممكن أقول إن هي تساوي تقريبا جذر 121، والجذر 121 اللي هي بتساوي كام؟ 11. القيمة الأولى 15 والقيمة الثانية 11، واضح جدا إن القيمة الأولى أكبر من القيمة الثانية وأختار ألف. ننتقل للسؤال الثالث: إذا كان سعر قطعة قماش 200 ريال، إذا اشترى رجل 10 قطع بسعر 1700، فما نسبة التخفيض؟ طيب لو ما كانش في وقت التخفيض المفروض كان دفع 200 ريال للقطعة الواحدة، وهو يحتاج 10 قطع، أضرب 200 في 10 هيعطينا، أو وضع الأصفار يدينا 2000 ريال. 2000 ريال في وقت غير وقت التخفيض. طب هو اشتراهم في وقت التخفيض ب 1700، أطرح الآن 2000 - 1700، يبقى هنا مقدار التخفيض 300 ريال. كيف أحسب نسبة التخفيض؟ النسبة المئوية هي الجزء على الكل ضرب 100. الجزء الآن هو 300، يبقى أقول 300 تقسيم 2000 اللي هو المبلغ الأصلي قبل التخفيض أضرب فيه 100. أفضل طريقة هنا هي عملية التبسيط، أشيل صفرين مع صفرين، وكمان في صفر هنا مع صفر المية، أضرب الآن 3 × 10 = 30، 30 × 2 هيعطينا 15 بالمية، وأختار جيم. ننتقل للسؤال الرابع: ما العدد الذي إذا ضربناه في 3 ثم جمعنا عليه 7 كان الناتج 25؟ أفضل استراتيجية هنا هي التجريب، أو استراتيجية أخرى الحل من نهاية المسألة، بمعنى أقول هو الناتج كان 25، قبل ما كان 25 هو بيقول هنا جمع عليه 7 أصبح 25، فهنقص 7 يعطينا كام؟ يعطينا 18. إيه العدد الذي إذا ضرب في 3 يعطينا 18؟ يعني أقسم 18 × 3 هيعطينا كام؟ هيعطينا 6. طب تعالى نتأكد إن حلنا صح. لو افترضت الآن هو العدد هو 6، ضربناه في 3، 6 × 3 هيعطينا 18، 18 أجمع عليها 7، 18 و7 يعطينا 25، فعلا 6 هي العدد وأختار باء. ننتقل لسؤال هام من أسئلة المقارنة: القيمة الأولى الجذر التربيعي، وفي هنا الجذر الخامس لـ32، والقيمة الثانية هي جذر 2. طبعا معروف ان الـ32 لها جذر خامس. يعني ايه الجذر الخامس؟ ويعني ايه الجذر الثاني؟ ويعني ايه الجذر الثالث؟ لمحة سريعة كده: الجذر التربيعي معناها ان من كل 2 متشابهين اختار واحدة، بمعنى الجذر التربيعي الـ25 هي اصلا عبارة عن ايه؟ 25 عبارة عن 5 + 2، فالجذر التربيعي الـ25 اخد 5 + 1. نفس الشيء الجذر الثالث، لما اقول الجذر الثالث لـ8، الـ8 معروفة ان هي عبارة عن 2 + 3، الجذر الثالث من كل 3 أعداد متشابهة باخد 1، هنا 3 2، يعني يطلع الجواب بـ2. أرجع للسؤال: الجذر الخامس لـ32، الـ32 كما هو معروف الأسس، 2 مرفوع على الأس 5 بتساوي 32،
يعني احول الان ال 32 الى 2 اس 5. انا بعمل الان انا بحل الجذر الصغير الاول وبعد كده انتقل للجذر الكبير. الجذر الخامس ل 2 اس 5 هتساوي كام؟ هتساوي 2. احل تاني الجذر التاني الاخير الجذر التربيعي، الجذر التربيعي الى 2 هيظل كما ايه هو. دي القيمة الاولى. القيمة التانية هي جذر 2، القيمتان متساويتان، اختار ايه؟ اختار ج. ننتقل لسؤال هام اخر. اذا كان ثمن 3 اقلام ومسطرتين 19 ريال، وثمن قلمين وثلاث مساطر 21 ريال، فكم ريالا ثمن القلم الواحد؟ ارجو ايقاف الفيديو ثواني وحل المسألة وبعد كده ننتقل الى الشرح. افضل استراتيجية هنا ان انا اعمل معادلة، بمعنى اقول 3 اقلام 3 قاف اختصارا كده القلم قاف زائد مسطرتين يعني 2 ميم هيساوي 19. طب المعادلة التانية، وثمن قلمين يعني 2 قاف زائد 3 مساطر يعني 3 ميم يساوي 21. وطالب مني ايه؟ طالب مني القلم، يعني عايز القاف صح؟ يبقى لازم اوحد الميم، اخلي الميم زي الميم، انا مش محتاج الان المساطر. فهروح على المعادلة الاولى اضربها في 3 والمعادلة التانية اضربها في 2. طب ليه كده؟ لان لو ضربت المعادلة الاولى في 3 هيبقى هنا في 2 في 3 ب6 مساطر، ولو ضربت المعادلة التانية في 2 3 في 2 يدينا 6 مساطر نفس الشيء. المعادلة الاولى تصبح اضرب كل الاطراف يبقى 9 اقلام زائد 6 مساطر، اضرب الثلاثة في 19، 3 في 9 ب27، والثلاثة في 1 3 و2 5. تحت المعادلة التانية اضربها في 2 يعني 4 اقلام زائد للثلاثة في 2 6 مساطر يساوي 21 في 2 يعني 42. طب والخطوة الأخيرة أعمل إيه؟ طرح 9 أقلام وناقص 4 أقلام يعني كام؟ يعني 5 أقلام. هنا أطرح 6 من 6 يدينا 0، خلاص أطرح العددين 7 ناقص 2 5 و5 ناقص 4 1. يعني الخمس أقلام بيساوي 15 ريال، أقسم الطرفين على 5 يبقى إذن القلم هيساوي 15 تقسيم 5 هيساوي كام؟ هيساوي 3، قيمة القلم 3 ريال واختار ألف. ننتقل لسؤال هام من اختبارات هذا العام. يستطيع 3 عمال تصنيع 1500 علبة في 4 أيام، فكم يوما يحتاج 4 عمال لتصنيع 4000 علبة من هذا النوع؟ احنا قلنا طبعا لما يكون في عمال وإنتاج وزمن أفضل حاجة هنا الضرب الإيه؟ التبادلي. كلام صحيح، الضرب التبادلي. 3 عمال، هنا العمال وهنا الإنتاج العلب وهنا الزمن. 3 عمال 1500 علبة في مدة زمنية 4 أيام. طب لو هم 4 عمال هيصنعوا 4000 علبة في مدة زمنية كام؟ في مدة زمنية س. كيف هو الضرب التبادلي؟ أضرب 3 في 4000 في 4، والجهة التانية أضرب 4 في 1500 في س، يعني 4 في 1500 في س هيساوي 3 في 4000 في 4. أفضل شيء هنا هو التبسيط. التبسيط إن أنا هشيل صفرين، أحذف صفرين هنا في اليمين مع صفرين في اليسار. في 4 في اليمين فهل 1، 4 في اليسار فهل 1. نقسم على 3 فهل 1، 15 على 3 فهل كام؟ 5. أصبحت 5 س يساوي 40. أقسم على 5 الطرفين، إذا س يساوي 8 وأختار ب. ننتقل لهذا السؤال الهام. وقف فهدي في طابور وأمامه 4 أشخاص. طيب أبدأ أكمل؟ لا، هنا في معلومات كثيرة وبيانات كثيرة، فأفضل حاجة إن أنا أنفذ خطوة خطوة. وأفضل استراتيجية هنا للمعلومات الكثيرة هي رسم المسألة. وقف فهدي في طابور وأمامه 4 أشخاص. إيه رأيكم أقول مثلا هنا فهد كده وأمثل فهد وأضع الفاء عشان الوقت. أمامه 4 أشخاص، أدي 1 2 3 4. وبين فهد ومحمد 7 أشخاص. واضح إن محمد فين؟ واضح إن محمد هيكون خلف فهد، لأن لو كان ألف الأمام كان وضح زي ما وضح في الأول. يبقى واضح إن هنا هيكون محمد. وبدل ما أعمل 7 خلاص أعمل كده هوت وخلاص كده وأقول إن دول إيه؟ 7 أشخاص. فإذا علمت أن أحمد وقف أمام فهد، شوف هنا محدد الأمام، أحمد وقف أمام فهد وبينهما شخصان،
احمد امام فهد وبينهم شخصين، يبقى هنا هيكون مين؟ في هذا المكان هيكون احمد وبينهما شخصان، كده صح. ويوجد 13 شخص بين احمد والشخص الاخير، يبقى هنا الشخص الاخير هنمثله حرف الخاء، بينه بين احمد والشخص الاخير 13، يعني من اول هنا لين الشخص الاخير كل هذول كام؟ كل هذول 13. طالب مني كم شخصا يقف في هذا الطابور؟ تعال نعد بطريقه سهله، ادي واحد واحمد ادي اثنين، وفي هنا 13 شخص اللي بين احمد والطالب الاخير، وهنا الطالب الاخير، ادي واحد وهنا كمان واحد ادي اثنين، 2 و13 15، والطالب الاخير معايا في الموضوع 16. 16 الاجابه الصحيحه باستخدام استراتيجيه رسم المساله واختار الف. طبعا معانا موضوع مهم اللي هو مهاره التعامل مع الكسور العشريه، سواء الجمع والطرح والضرب والقسمه. بيقول هنا قارن بين القيمتين، الاولى 1 من 10 زائد 1 من 100 زائد 1 من 1000، وهنا 125 من كام؟ من مليون. كيف اقارن بينهم؟ طبعا هنا 1 من 10 في القيمه الاولى، 1 من 10 والواحد من 100 لو جمعناهم يبقى هنا 1% و1 من 1000، يبقى القيمه الاولى هتطلع 111 من 1000، القيمه الثانيه 125 ست منازل يبقى من مليون. واضح طبعا في عمليه المقارنه ان بقارن من جنب الفاصله، هنا جنب الفاصله 1 وهنا جنب الفاصله ايه؟ 0، يبقى القيمه الاولى اكبر من القيمه الثانيه واختار 1000. طبعا سؤال النسبة المئوية من الأسئلة المهمة في الاختبار، ما العدد الذي 200% منه يساوي 200؟ 200% يعني ممكن أكتبها كده 200 على 100 س يساوي 200، خليها 200 على كام؟ على 1، وأعمل عملية تبسيط، أقول هنا على 200 فهل 1 على 200 فهل 1، أضرب يلا حاصل ضرب الطرفين مع حاصل ضرب الوسطين، 1 في س بس، س في 1 يعطينا س، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. 1 في س في 1 يعطينا س، القيمة الثانية الواحد في 100 يعطينا 100، يبقى قيمة س هتساوي 100 وأختار دي. بنركز على النسبة المئوية لأن مهارة مطلوبة ومهمة. 5 أضعاف عدد يساوي 25% من 120، فما هو ذلك العدد؟ طبعا المسألة مكونة من جزئين، إن أنا أحسب أول شيء 25% من 120، وبعد كده أشوف اللي هي العدد اللي 5 أضعافه بيساوي هذه القيمة. معروف طبعا النسبة المئوية اللي هي 25% تمثل إيه؟ تمثل الربع. يعني أخد الآن الـ 120 وأقسمها على 4، معروف طبعا إن الـ 12 تقسيم 4 فيها 3 وأضع لإيه؟ الصفر. أرجع للجزء الأول من السؤال، 5 أضعاف عدد يعني 5 س بيساوي 30، س بكام؟ 5 ضرب كام يساوي 30؟ فعلا 5 ضرب 6 بتساوي 30، يبقى العدد هي هو كام؟ اللي هو 6 واختار جيم. ننتقل لهذا السؤال، اوجد الحد التالي في النمط سالب 19 سالب 12 سالب 5 2 وفرع. واضح طبعا ان هنا الاعداد بتقل ولا بتزداد؟ فعلا بتزداد، سالب 19 ازدادت صارت سالب 12 وبعدين سالب 5 وبعدين 2 وبعدين من سالب 19 إلى سالب 12 تمت الزيادة كام؟ فعلا 7. طب من سالب 12 إلى سالب 5 العدد زاد 7، ومن سالب 5 إلى 2 تمام زادت 7. الحد الأخير أخد الاثنين وأجمع عليها 7 يعطينا 2 زائد 7 يعطينا كام؟ يعطينا 9 وأختار باء. ننتقل للسؤال التالي، اشترى رجل كتابين وآلة حاسبة فدفع 75 ريال، إذا كان ثمن الكتاب ضعف ثمن الحسبة فما ثمن الكتاب؟ هو اشترى كتابين وآلة حاسبة دفع كام؟ 75. أفضل استراتيجية هنا هي استبعاد الإجابة البعيدة عن الحل الصحيح أو التجريب. هل ممكن يكون ثمن الكتاب 50 ريال؟ طبعا مستحيل. ليه؟ لأن الكتابين هيبقوا 100 ريال ومع عليهم آلة حاسبة يعطينا 75، غير منطقي. هل ممكن الكتابين يكونوا الكتاب الواحد ب 40؟ 40 و40 80؟ لا، تعال اتجاوزت ال 75. هل 45؟ برضه لا، واضح ان الجواب هيكون ده. طب تعالى نتاكد كده بعد ما استبعدنا بعض الخيارات البعيده عن الحل الصحيح، نجرب. لو كان الكتاب الواحد ب 30 ريال يبقى اذا 30 زائد 30 اللي هما الكتابين يعني يعطينا 60. 60 واضيف عليهم 15 هيعطينا 75، يبقى الكتاب الواحد 30 ريال والآلة الحاسبة 15
واختار ثمن الكتاب 30 اللي هو ده. ننتقل للسؤال الأخير، قارن بين القيمة الأولى 7 أس 22 والقيمة الثانية 3 أس 33. أفضل استراتيجية هنا إن أنا أعمل عملية تبسيط، أخلي 22 هذه أحللها، أخليها 2 في كام؟ 2 في 11، يبقى مسألتي تبقى 7 أس 2 ضرب 11. نفس الشيء هنا، أخلي 3 وأفكك 33 أخليها 3 ضرب 11. الخطوة الثانية طبعا هنا الاثنين مضروبة في 11، ممكن أخليها بشكل آخر، أخليها 7 أس 2 الكل أس 11، والقيمة الثانية أخليها 3 أس 3 الكل أس 11. ليه أنا عملت كده؟ لأن كان استحالة إن أنا أساوي الأساس بالأساس، فاشتغلت على الأس، حاولت أخلي الأس يساوي الأس. 7 أس 2 يعني 7 × 7 = 49، يبقى القيمة الأولى 49 أس 11، القيمة الثانية 3 أس 3 3 أس 2 ب9، 3 أس 3 ب27 يبقى 27 أس 11. واضح كده المقارنة إن القيمة الأولى 49 أس 11 والقيمة الثانية 27 أس 11، القيمة الأولى أكبر وأختار ألف. نلتقي إن شاء الله في المحاضرة الثالثة على شرح لأهم مهارات الجزء اللفظي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.